هاي توجيه معالي الوزير اليك، احنا نكمل لك المعاملات اللي قاعده ببيتك. اروح لك فدوى، دللي اروح دللي. لك توجيهك من شفتها راح يوصلوها لويدها بالسياره مال الدائره للبيت. يوصلوها وتدزولها محطه محموله، نعم يسجلوها وينقلون نفوسها، احنا نمشي بمعاملتها. اروح لك فدوى ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. الله يزيد اخلاق. دللي 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 دللي. نعمل لخدمتكم بناء على توجيهات وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي، مع تحيات قسم العلاقات والإعلام في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.